انا سالين انا عارف، فتحس ان الواد فيتنس جامد، انما هو اتنين باتنين، واحد نازل قبل واحد باربع سنين. فهي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه العاشقه لنادي الترسانه. ده اتكشف خلاص، وقع. خير يا بابي؟ اه ادي صورته بتسكو مع موسى. موسى ايه عجب، عم بيضحكوا بيفرفشوا بيهزروا، والزهر ده كان حاطط ايده في ظهرها في سخسخ. وخلي بال حضرتك، ان لم توثق نجاحك لم يوثق لك احد النجاح. يعني في كتاب كنت قريته اسمه الاغتيال المعنوي. الاغتيال المعنوي ان الشخص يحقق انجاز وما يذكروش. والله حسب الله ونعم الوكيل. انت مش انسان على فكره، والله العظيم ثلاثه انا اسف بقى يا جماعه، انت مش انسان، انت شطان على هيئه بشر، انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حقير فعلا. ايام البرد ايام الشتيمه يا كمان. بجد اسف موت عشان تاخرت عليكي، بموت في عصبيتك، بدوب في قوتك. ما بحبش اقف في طوابير عشان ما بحبش الزحمه. لا والله، يعني انت تذكر اللي فيهم يعني. وبصراحة كده مزقط جامد يعني. في حاجة طزة؟ خالص يا معلم. وقف هنا! وقف هنا بسرعة! أنا واقف أهو! وقف وقف كرسي! وقف كرسي! وقف كرسي! واحد جاله نار واقف تحت الشجرة، واحد بيقول له الله أنا كل ما أعدي من هنا ألاقيك واقف تحت الشجرة، الله أصل نفسي أخب أبقى مدير فرع. واحد اتجوز واحدة شيك 7 الصبح لقاها كان بيقلق. زعفران يلا على السيرك.